وللحديث عن الأوضاع في نينوى ودلالات قرار سلطات هدم منازل في الموصل في وقت يحاول سكان النهوض في ظل الدمار الحاصل وأزمة النزوح المستمرة، معنا من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أهلا بك سيد بهاء معنا. يعني في البداية، هذا القرار، قرار هدم المنازل في مشروع حي عدن السكني بين حيي الإخاء والتأميم، هذا القرار من يخدم في وقت تحتاج المدينة للنهوض بعمليات الإعمار وإعادة التنمية؟ نعم، في البداية تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناة الرافدين. في الحقيقة واضح أن هنالك مشكلة تسيق ما بين الدوائر الخدمية والمباني وإدارة البلدية في الموصل، وهذا الأمر ناتج عن تضارب المصالح المسؤولة عن يعني هذه المناطق. يعني إصدار طابو رسمي بقطعة أرض ومن ثم التراجع عن ذلك، وحتى إنشاء بنى تحتية لأي حي والتراجع عن ذلك، ومن ثم صدور أمر بإزالة من دون تعويض الناس، من دون يعني الوصول إلى يعني حل وسط يرضي جميع الأطراف ما بين هذا يعني بين الدولة وبين المواطن، هذا دليل على أن هنالك تخبط واضح في إدارة الملف. ملف الإسكان في مدينة الموصل وأيضا ملف الإعمار الموجود في مدينة الموصل. هنالك جهات متنفذة تحاول منح هذه الأراضي إلى مستثمرين، وبالتالي ستكون هنالك منفعة لهذه الجهات من خلال منح هذه قطع الأراضي إلى المستثمرين، والمتضرر الوحيد طبعا هو المواطن اللي اشترى ودفع يعني ما يمكن دفعه من مدخراته من أجل احتواء، من أجل الحصول على منزل يحتويه هو وعائلته. لذلك على المحافظة والبلدية التريث أو عدم تنفيذ هذا القرار، لأنه هذا به إجحاف في حق الناس اللي ساكنين واللي اشتروا هذه الأراضي. طبعا بالنسبة لموضوع الجمعيات، هذه الجمعيات كانت تعمل أمام كل الدوائر الرسمية، يعني حتى عندما كانت الجمعيات تمنح قطع الأراضي هذه مقابل أسعار تناسب الموجود، كانت المحافظة موجودة وتعلم بوجود الجمعيات وتعلم أيضا بنيتها بتقطيع الأراضي وبتوزيعها، وأيضا تم العمل على إنشاء بنى تحتية لهذه المناطق. هذا ما وددت سؤالك عنه بالتحديد سيد بهاء، يعني إذا كان السكان الذين اشتروا المنازل والهياكل من الجمعية إذا كانوا فين، على أي أساس تم منحهم سندات ملكية؟ نعم، هو هذا الخلل رسمية أقصد. تفضل. نعم، هذا الخلل اللي تحدثت لك عنه، هو أكو خلل يعني تنسيقي أو بتدخل جهات يعني خارجية، يعني إما أن يكون الإجراءات البيروقراطية اللي يعاني منها المواطن العراقي في كل دوائر الدولة سواء في البلدية أو غير البلدية، أو أن يكون أنه تدخل أحد المستثمرين للحصول على هذه الأرض بعد توزيعها. وأنا أرجح هذا الاحتمال، لأنه تهجير أكثر من 500 شخص أو 500 عائلة وهدم منازلهم من دون تعويض، هذا بيضرر كبير عليهم. يعني مو أنت ما تتكلم عن بيتين أو ثلاثة أو أربعة، 500 يعني حي كامل، أنت تريد تزيل حي كامل من الخريطة باعتبار أنه ملاك هذه الأرض والله لا يمتلكون الحق في بناء المنازل. طيب أنت كيف صدرت لهم سندات ملكية لهذه الأراضي؟ إذا أنت معترف بعمل الجمعية اللي باعت لهم هذه الأراضي، والجمعية بالنسبة لك هي جهة رصينة، يعني المتضرر الوحيد هو المواطن، بينما المشكلة أما تكون عند الجمعية وأما تكون عند البلدية، وبالحالتين هم اثنيناتهم تابعين للدولة، يعني الدولة تخطأ والمواطن يدفع الثمن. هذا طيب أمام قرار الهدم سيد بهاء، أمام قرار الهدم هذا، هل يطبق القانون على الجميع في العراق وفق مفهوم التجاوزات والعشوائيات؟ ما المانع من إعطاء السكان فرصة من أجل التسوية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها العراقيون جميعا؟ لا طبعا تطبيق القانون في العراق يعني على شريحة ومن دون شريحة أخرى، لأنه هنالك كثير من الأحزاب والميليشيات اللي احتلت كثير من الأراضي سواء للأخوة المسيحيين سواء لباقي الأقليات في المناطق المحررة، وأصبحت مقرات لهم ولا يوجد من يستطيع إخراجهم منها وإعادة هذه الدور إلى ساكنيها وإلى سكانها الأصليين. أيضا موضوع التفاوض على هذا، المفروض أنه المواطن هو صاحب الحق الأول، يعني موضوع أنه أجي يعني محاولة إخراجهم من من
من سكنهم وتهديم بيوتهم. يعني هذه هاي سياسة تمارسها قوات الاحتلال في فلسطين حقيقة. يعني نعم، أنت نبقى تجي تطلع في مواطن ساكن من الموصل بيته. سيد بهاء نعم لكسب الوقت، يعني ما الغاية باعتقادك من عزل نحو 40,000 نسمة في منطقة العبور غربي الموصل بالتحديد؟ السؤال هنا، لماذا يحرم الكثير من هؤلاء المواطنين، لماذا يحرمون من أوراقهم الثبوتية؟ هذه يعني هي مشكلة معقدة، مشكلة يعني هذا 40,000 شخص اللي موجودين في هذه المناطق. موضوع أنه شخص من العائلة كان منتمي إلى داعش، أن تعاقب العائلة بأكملها بسبب هذا الفرد، فهذا إشحاف بحق العائلة. هذا النظام هم الآن اللي موجودين كانوا يعيبون على النظام السابق بأنه إذا كان أكو شخص معارض كان النظام السابق يعدم الموجودين في البيت كله أو يهجر موجودين في البيت كله. هم كانوا يعيبون على النظام السابق هذا النظام، والآن يسيرون على نفس خطاه. يعني هذه مشكلة. الآن أنت عندك مخيمات تم إغلاقها، عندك قرى يعني هجر القسم من أهاليها بسبب انتماء بعض أفرادها إلى تنظيم داعش الإرهابي. إذا أنت لا يمكن أن تحسب كل العائلة على حساب الشخص المنتمي، وأيضا أنت من غلقت المخيم يجب أن تأخذ هؤلاء الأشخاص إلى مناطق آمنة لإسكانهم و يعني استصدار أوراق نعم. ثبوتية هؤلاء. يعني الرقم مو قليل، 40,000 شخص يعني رقم مو قليل. أنت هؤلاء يعني شنو الداعي أنه أنت شنو اللي يمنع أنه الدولة الآن تجيبهم حسب نعم. التدقيق الأمني وحسب الإجراءات المتبعة ويتم إصدار أوراق ثبوتية عنهم ويتم تخصيص قطع أراضي أو سكن لهؤلاء حتى ما يكون بهذا الوضع المزري الآن عايشين فيه، يعني في مناطق طمر صحي. وضحت الفكرة. يعني موضوعهم يجب أن يتم حله، لأنه نعم. هذا لا يؤثر فقط، يعني أنت كأنما ده تخلق بؤرة جديدة لفكر متطرف جديد قد يكون راح يشيل هؤلاء حقد على المجتمع بأكمله، يعني ليس فقط على الدولة. فأنت إذا نعم. وضعت هؤلاء في وضع بدون حل لا تعلم ماذا يمكن أن يحصل بالمستقبل من جر من هؤلاء. يعني الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.